كنشكر كذلك البرتغال على موقفها الإيجابي الداعم للوحدة الترابية للمملكة ومبادرة الحكم الذاتي باعتبارها حل جدي وواقعي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، لتنضاف بذلك إلى مجموعة مهمة من الدول الأوروبية الداعمة للموقف المغربي. ومناسبة كذلك لشكر الحكومة البرتغالية على الدعم اللي كتقدمه للمغرب داخل هياكل الاتحاد الأوروبي، خاصة بعد الموقف الغير المفهوم اللي حركته بعض الجهات في البرلمان الأوروبي ضد البلاد ديالنا.